ساعة الصفر للتخلص من البغداد تحددت بناء على تطورات سياسية وميدانية دقيقة وفق صحيفة نيويورك تايمز. باختصار، أبو بكر البغدادي كان تحت المراقبة منذ مدة طويلة. القوات الأمريكية تنسحب من شمال سوريا، والخشية من فقدان أثر المطلوب الأول تتعاظم، وبالتالي كان يجب التحرك فوراً. مسؤول كبير أكد للصحيفة أن مسؤولين كبارا اتخذوا القرار بالتحرك الفوري ودفعوا بقوات الكوموندوز من قوة دلتا النخبة التابعة للجيش لتنفيذ المهمة. أجهزة استخبارات أربع دول مختلفة على الأقل كانت تشارك في عمليات تعقب البغدادي الذي رصدت أمريكا مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للإمساك به. كان كثيرون يعتقدون بأن البغدادي على الحدود السورية العراقية، واستبعدوا أن يكون زعيم داعش مغلا في عمق منطقة هيئة تحرير الشام النصرة سابقا خصوم داعش. مكانه حدد في قرية باريشة على بعد مئات الأميال من الحدود السورية العراقية. البغدادي كان هدف محاولات اعتقال عديدة، فأصبح أكثر حذراً، ويعتقد أنه التزم بالإجراءات الأمنية الشديدة حتى عند اجتماعه مع ناصره الأكثر ثقة، ويعتقد أنه توقف عن استخدام الهواتف المحمولة منذ أكثر من عقد، حيث كان يعتمد بشكل حصري على الرسائل التي يتم تسليمها باليد. شيلان فطيري، العربية